راك عواشركو شوف هاد الناس ديال جواز هذا بان ليا بحال النصب والاحتيالات ما فهمتش. اجي نوريكم شوف هاد المشكل اللي طرا جواز مشارشي فيه 1000 درهم دس عطاتني علمتني بان راه غادي ندوز تميت يطيح عليا البارير بيا ديال المحمديه مشيت عند المسؤولين ديال جواز راه والبيرة وريهم باش ريكلامي لهم ريكلاماسيون ديالي مي مشيت عندهم قال لك لا ما عندنا ما نديرو لك انا ما عنديش مشكل جات فيا انا ما نتمنى ما تجيش شي واحد اخر الله يرحم الوالدين حدو من هادو حيت ما غيديروا معاكم حتى شي حاجه انا مخلص الواجب ديالي 1000 درهم جات راه ليا مشكل ملي هضرت معاهم قلت لهم ديروا معايا كوستا باش ندفع هاد لاسيرونس ديالي كحجه ما داروا معايا والو مبروك عواشركم وحدي وراسي. بالنسبه للواقعه اخويا كيف شافوا الناس التواضيات اللي لحت الفيديوهات اللي لحت بان الناس ما كيستقبلوش شي استقبال اللي كيليق بالمواطن وغلطوا ما كيرضاوش بالغلط ديالهم طرأت باش ندير هذوك الفيديوهات ونوضح الناس حسيت بالحقره. انا كنت جايب له طروس كنت للبلاصه ديال جواز كانت قدامي طوموبيل وانا هي من موراها داز الطوموبيل وانا هي تنعطل شويه باش ما يتحسبش عليا بان يدوز شي واحد في بلاصتي على حسابي فهمتي كيفاش كتعرف جواز تقدر شي واحد غير يتبقى قدامك يدوز في بلاصتك تسمعني اخويا اه كنسمعك السياسي خويا خليتها تعطل شويه داز علمتني بان راه تقطعت خليت غادي حتى كنتفاجئ بالباريا طاح عليا من طاح عليا مشيت عند المسؤولين هضرت معاهم ما كاين لا استقبال لا والو كيقولوا عندك واحد الورقه ديال لاسيرونس وبقى تيرا لاسيرونس ولاسيرونس يتيرو الناس ديال الرباط ما تقبلش هذاك الشيء بغيت باش ندير اخويا ستوريات ونفهم المغاربه شنو طرا حيت حنايا مواطنين حنايا ملي كنطيحوا في هذا الشيء ما كيعقلوش علينا هما فانا قلت انا راسي انا خصني ناخذ حقي حيت حنايا الدوله الحق القانون ولا ديك الساعه اللي دارها القانون مرحبا بها انا دابا التجأت للقضاء واخا سيدي هما دابا داروا بالغ بانني انا ما احترمش السرعه القانونيه هما اول حاجه ما دايرين شي سرعه محدده ياك هما اللي كيقول لك ثاني حاجه خويا ان بوسيبل شي واحد يمشي بسرعه في هذيك المساحه ديال الجواز ديال البياش وثاني حاجه خويا كون مشيت بالسرعه ديال القانونيه كون ضربت الباريير من القدام ما غاديش ينزل عليا من الفوق فهمتي اخويا وراضي حاجه راه كاينين الكاميرات اخويا راه عندهم الكاميرات شوف اخويا وبالنسبه لهذا اللي كتب البلاغ واش تعرف راسو شنو كيقول ولا ما ولا غير كتب باش يفكت الشعب وصافي وقال بلي انا غاية لحد البلاغ باش يفكت الشعب وصافي واخا سيدي انايا مشيت بسرعه راه جاوني شكايات بزاف انستغرام وقبل ما يوقع المشكل كانوا كيجيو شي كنشوف الناس صافي اللي هما شاكين قال لي هما ساكيل اخويا وفي هذوك الناس كاملين مشاو بسرعه ما يمكنش اخويا هما ما كيتواصلوش مع الناس راه كنقول لك راه كيجوني لي ميساج اللي كيبقاو الناس يقول لي راه حنا شهرين واحد تيقول لي 3 شهور واحد تقول لي شهرين وكيجازوا هما كيديروا موام عام والو حقاش عاطي راسهم راه ما كيديروا والو مع المواطن واخا يبقى يجري ما يعيا راه ما غيديروا معاه والو وكانوا عاطي القيمه للمواطن هذاك الشيء كنا راسلوا بالواحات وطلبوا الاعتذار ووفروا لي كل شيء كيف حنايا كيف كنغلطوا في لوطوروت كنعطيهم هذيك الاسئله كنخلصوا لهم الغلط اللي درنا هما دابا هما عندهم زيد ناقص المواطن فهمتي فهمت استاذ ولكن انا نتبعهم قانونيا وقضائيا حيت حنا في دوله الحق والقانون وغادي ناخذوا حقنا ان شاء الله.